المنارة النهاردة جايبة لكم منتج جميل جدا، كل البنات والستات هتحبه قوي. فرشة الشعر الكهربائية الجديدة، سهلة وخفيفة وعملية جدا، هتغنيكي عن البيبي ليز بحجمها الكبير. خلوا بالكم ان فرشة الشعر الكهربائية الجديدة كميتها محدودة جدا، ودلوقتي هقول لكم مواصفاتها. الفرشة حجمها يماثل حجم الفرش العادية، كمان مصنوعة من البلاستيك القوي الغير قابل للسخونية، اما بقية الفرشة مصنوعة من المغنيسيوم والسيراميك، وده علشان سهولة الحركة اثناء الاستخدام. هتلاقي فيها زرار للفتح والغلق، كمان ممكن تتحكمي في درجة الحرارة، تصلح لجميع انواع الشعر وامنة جدا على الاطفال. كمان داخل العلبة هتلاقي كتيب بيشرح فيه الفرشة وطريقة استخدامها، وكمان شاشة ديجيتال علشان تحددي درجة السخونية. وعلى فكرة تقدري كمان تستعمليها وشعرك ناشف او بعد الاستحمام. درجة حرارة الفرشة الكهربائية الجديدة بتصل ل 230 درجة، كمان عند منطقة السلك تقدري تلفي الفرشة 360 درجة، وده حفاظا على السلك من التلف. فرشة الشعر الكهربائية الجديدة هي الحل الأمثل والأسهل لفرد الشعر وعمل تدليك لفروة الرأس أيضا. سعر الفرشة 499 جنيه بس من شركة المنارة. يلا اتصلوا على الأرقام اللي على الشاشة والمنارة هتوصلك لحد البيت. اتصلوا على 010-1010-1484 أو 010-398-3989.